السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم من جديد في قناتنا YTDZ. كما عودناكم نجيب لكم زوج فيديوهات لأخبار الجزائر، وهذا كله بفضل تفاعلكم المستمر وضغطكم على زر الإعجاب. لذا نحتاجكم بالضغط على زر الإعجاب أكثر لكي نستمر في تقديم فيديوهين من الأخبار كل يوم. كالعادة أعزائي المشاهدين، أتيناكم بأهم الأخبار فقط. ولدينا في الأخبار تقرير دولي يقول أنبوب جالسي الذي يربط بين الجزائر وإيطاليا سيجعل الجزائر بطارية أوروبا الجديدة. أيضا في الأخبار، ورغم تكالب الأعداء، الجزائر متمسكة بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأخيرا في الأخبار، وبخصوص قطع الجزائر علاقتها مع فرنسا وأيضا مع تونس، أسقطت الأقنعة من فرنسا والجزائر أيضا تؤكد متانة علاقتها مع تونس. هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ما نبقى معنا حتى الآخر أعزائي المشاهدين باش تعرفوا وتطلعوا على كل الأخبار. قبل ما نبدأ الفيديو شاركونا رأيكم في التعليقات، هذا راح يدعم القناة بزاف وشكرا جزيلا لكم. في الخبر الأول، الأقنعة تسقط وقصة بوراوي هي القطرة التي أفاضت الكأس. الجزائر أيضا تؤكد علاقاتها ومتانة علاقاتها مع تونس. نفت الحكومة الجزائرية تأثير العلاقات بين الجزائر وتونس بسبب قضية الناشطة السياسية والصحفية أميرة بوراوي، مشددة على أن العلاقات بين الجزائر وتونس متينة، وذلك على لسان وزير الاتصال محمد بوسليمان. وأبرز المسؤول الحكومي الجزائري في حوار مع موقع الجزائر الآن أن العلاقات الجزائرية التونسية متينة، خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية لم يرق لها أن تكون الجزائر سيدة قرارها وأن تختار أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ووجدت تونس نفسها وسط دوامة أزمة بين الجزائر وفرنسا بعد سماح تونس بمغادرة الصحفية الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي لأراضيها نحو فرنسا، ما أثار غضب الجزائر التي رأت في ذلك عملية إجلاء سرية للمواطنة الجزائرية. ولكن لاحظوا معي أعزائي المشاهدين، رغم أن تونس ارتكبت نفس الشيء مثلما فعلته فرنسا، إلا أن الجزائر لم يكن لديها مشكل مع تونس، وإنما في الحقيقة أظن أن الجزائر كانت تريد من قبل قطع علاقاتها مع فرنسا، وهذه هي السبب الذي اغتنمته الجزائر. وقال الوزير الجزائري أن الصحافة الفرنسية حاولت استغلال قضية الهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس، إلا أن ذلك لم ينجح، وذلك بعد تقارير تحدثت عن سماح السلطات التونسية بسفر الناشطة بوراوي، ما أثار توترات كبيرة بين البلدين، خاصة بعد حديث التونسيين عن تعرضهم لمضايقات على الحدود مع الجزائر خلال الأيام التي تلت الحادثة، والسبب هو مشاكل دبلوماسية بين الجزائر وتونس. في هذا السياق، أبرز الوزير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حرصا منه على قوة العلاقات بين الشعبين، قرر أن يوجه أمرا مباشرا بتسهيل عبور المواطنين التونسيين الذين يريدون دخول الجزائر وعدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر عبر مراكز الحدود. وبالتالي فإن الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا وأكد أنه لا يوجد مشكل بين الجزائر وتونس. واعتقلت بوراوي في تونس أيضا الأسبوع الماضي ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، لكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسمح لها بمغادرة البلد الاثنين. وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن إطلاق سراح الناشطة المعارضة وسفرها جوا إلى فرنسا كان نتيجة الضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس، ولم يكن لتونس أي خيار. واتهم عضو الحكومة الجزائرية وسائل الإعلام الفرنسية بالقيام بحملات شعواء لضرب الجزائر، مشيرا إلى أن قضية الإجلاء غير قانونية للجزائرية أميرة بوراوي أسقطت أقنعتها. فما رأيكم خاوتي في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر، تقرير دولي يقول أن أنبوب جالسي سيجعل الجزائر بطارية أوروبا الجديدة. قالت تقارير لموقع متخصص في الطاقة المتجددة أن مشروع أنبوب الغاز الثاني بين الجزائر وإيطاليا غالسي، والذي سينقل مستقبلا الهيدروجين نحو أوروبا، سيجعل من الجزائر بطارية حقيقة للقارة العجوز. ونشر موقع ريفيليسيون إنرجيتيك تقاريرا حول المشروع، جاء فيه بقيادة سوناطراك وإيني سيمتد مشروع غالسي عبر أكثر من 837 كيلومترا
منها 565 كيلومترا عبر البحر الأبيض المتوسط و 272 كيلومترا على اليابسة، وستبلغ كلفته مبدئيا 2.5 مليار دولار، علما أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن منح خلال دراسة أولى أجريت عام 2009 قرابة 120 مليون يورو كمساعدة للمشروع. وأوضح التقرير أن إعادة تفعيل مشروع الخط كان بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني الأخيرة إلى الجزائر، والتي كانت فرصة للطرفين للجزائري وإيطاليا الإعلان في الانخراط ولأول مرة في قضية الهيدروجين. وأوضح أن خط الأنابيب هذا هو الثاني بين البلدين بطاقة 8 إلى 10 مليار متر مكعب دي السنة، سينقل بالإضافة إلى الغاز والأمونيا الهيدروجين. مع ذلك في الوقت الحالي لا نعرف سوى القليل عن القدرات الحقيقية لهذه الصناعة الجديدة في بلد كرس وقته طويلا لتصدير الوقود الأحفوري. أيضا وحسب المصادر نفسها، وفقا للعديد من المراقبين، تبدو الجزائر في وضع جيد لإنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأزرق، الهيدروجين الأزرق من الغاز الأحفوري، من احتجاز الكربون وتخزينه بتكاليف تنافسية للغاية، أي 3 يورو للكيلوغرام مقابل 6 يورو للكيلوغرام في أوروبا. ومع ذلك لا تزال الجزائر مضطرة إلى الاعتماد على الشركات مع الدول الرائدة في هذا المجال لتنفيذ استراتيجية لتطوير هذه الطاقة. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أيضا أخبرونا رأيكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار، رغم تكالب الأعداء على الجزائر، الجزائر ما زالت متمسكة بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. ثمن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية انعقاد المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس في سياق تفعيل أهم مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر في غزة نوفمبر من العام المنصرم. وفي كلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نقل رمطان العمامرة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون. وقال رئيس الجمهورية أن ذلك الموعد التاريخي الذي آثرنا بصفته جماعية أن نضعه تحت عنوان لم الشمل في ذكرى أم الثورات لتعزيز مركزية ومكانة القضية الفلسطينية أمام ما تتعرض له من تحديات. وأضاف رئيس الجمهورية: بهذه الروح أكدنا تمسكنا بمبادئ السلام العربية كأسس لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام، وجددنا العزم على مواصلة وتكثيف جهودنا ومساعينا للدفاع عن القدس المحتلة في وجه القمع الصهيوني الممنهج الذي يستهدف المدينة وأهلها ومقدساتها. إننا اليوم، يضيف رئيس تبون، وبمناسبة التئام هذا المؤتمر الهام، نؤكد أن السياسات العنصرية المدانة التي يسعى الاحتلال لفرضها في مدينة القدس ومحاولاته طمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والمساس بالوضع القائم فيها أو تدنيس مقدساتها في سياق ما شاهدناه مؤخرا من استفزازات لن تحقق إلا مكاسب وهمية تجاه تاريخ وشرعيته الديمغرافية. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع أيضا؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم على المشاهدة وسنلتقي مع مواضيع أخرى. إلى اللقاء.